السلام عليكم، معكم أم حمزة. اليوم هعمل معاكم الرز بلبن، أحلى حاجة ممكن تاكلوها ترطب علينا في حر الصيف. هنعمله بدون أي تعقيد بطريقة سهلة وسريعة ومضمونة، وهتطلع معاكم ناجحة جدا. ويلا نشوف المقادير. نص كوباية من الرز، كوباية من السكر، 3 معالق كبيرة من النشا، معلقة صغيرة فانيليا، 3 معالق كبيرة كريم شانتي، كوبايتين مية، نص كوباية من الحليب، ولتر حليب. أول خطوة، بعد ما أغسل الرز هنقعه بكوبايتين مية لمدة ساعة، وده الرز بعد ما اتنقع لمدة ساعة. هضيفه في حلة نار تكون عالية، وأول ما يغلي أهدي النار عليه. هسيبه يستوي 3/4 سوا ويخرج النشا اللي فيه بدون ما يعجن، والنشا هنا هي اللي هتديني القوام الحلو للرز بلبن. بعدين هضيف لتر من الحليب وأقلب الرز مع الحليب كويس علشان ما يبقاش الرز لازق تحت. وأول ما الحليب يغلي هضيف السكر والفانيليا وأقلبهم كويس مع بعض لغاية لما أحس أن السكر عندي خلاص داب. دلوقتي هجهز خليط النشا، أحط 3 معالق كبيرة من النشا و 3 معالق كبيرة من الكريم شانتي، وهدوبهم بنص كوباية من الحليب. هخلطهم كويس لغاية لما النشا يدوب وما يبقاش عندي فيه أي كتل. ممكن أستخدم الباكيت الجاهز للكريم شانتي، أو ممكن أستخدم الخام. وخلاص بعد ما الحليب غلي والرز كمل سوا مع الحليب، هنزل بخليط النشا وأقلبه على طول علشان يبقى الخليط عندي ناعم ما يعملش أي كتل. هسيب النشا يستوي مع الرز بحليب على نار هادية لمدة 5 دقايق تقريبا، عشان النشا ما يبقالوش طعم فلازم نسيبه يستوي. هبدأ أملى الكاسات، ده بيكون قوام الخليط، ولا تقيل ولا خفيف، بيكون قوامه أقرب للكريمي. أهم حاجة بعد ما يبرد تماما هنغطي الكاسات قبل ما تدخل التلاجة علشان الوش ما ينشفش أو يشقق معاكي. بالنسبة للطواجن اللي هتخش الفرن، هجيب صينية فرن حط فيها الطواجن وأصب فيها مية من تحت علشان الرز بلبن ما ياخدش لون من تحت. هرش على الوش سكر بودر علشان يديني لون حلو، وهتدخل الفرن تحت الشواية. وده شكل الطاجن لما طلع من الفرن، زينته بشوية فستق حلبي. وطبعا التزيين على حسب ما تحبي، بس حبيت أوريكم شوية أفكار للتزيين. ممكن تزيني باللوز، وفي النص هتحطي كريزة مع شوية فستق على الأطراف، بتبقى ألوان الطبق حلوة جدا. أو شوية من صوص الشوكولاتة أو طبقة من نوتيلا، هتحطي عليها شوية من البندق. أو ممكن تعمليه بالشكل التقليدي، وده بيبقى حلو جدا، اللي هو جوز هند وزبيب، وممكن معاهم شوية قرفة، بيبقى طعمه روعة. وأكتر حاجة تريند جدا ومشهورة هي الرز بلبن بالدولس ديليتشي، وحط معاها شوية من اللوز. أو ممكن تقدمي الرز بلبن سادة، بيبقى طعمه حلو جدا برضو. أو ممكن تحطي عليه بولة من الآيس كريم الفانيليا مع شوية أوريو. يعني أفكار تزيين الرز بلبن كتيرة ومتنوعة جدا، انت اختاري اللي بتحبيه. ده قوام الرز بلبن، بيبقى كريمي ولا تقيل ولا خفيف. عملنا الرز بلبن بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون أي تعقيد، فعلا من أحلى الوصفات اللي هتجربوها. وبكده وصفة النهاردة بتكون خلصت، يارب تكون عجبتكم. لأي سؤال أو استفسار راسلوني على وسائل التواصل الموجودة بصندوق الوصف. ولو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني.